اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن ياسر ابو فتوح، نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر ايضا ومدير فني فريق الشباب لكره السله، واللي اخذ بطوله الجمهوريه بعد طبعا مباراه فاصله مع نادي الزمالك. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، انا سعيد جدا النهارده ان اكون معاك في البرنامج. بصراحه حاجه مشرفه جدا قناه النادي الاهلي انها بترعى الرياضيين والناشئين في النادي الاهلي. كابتن الف مبروك على الكأس، والحقيقه كأس غاليه لان هي جت بعد توليك المسؤوليه يمكن بشهر يا كابتن. والله هو بالنسبه للبطوله هو حصاد للفرقه بتاع لاولاد النادي الاهلي وتعبهم ومجهودهم. انا يمكن قضيت فتره قصيره جدا معاهم حوالي 40 يوم. انا بهنيهم على البطوله وبهني النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي على البطوله. احنا بنهني حضرتك، والحقيقه طبعا انت اسم كبير يا كابتن، ويعني حصلت على بطولات كتير مع النادي الاهلي كلاعب. فالحقيقه عملنا لحضرتك تقرير صغير كده عن مسيرتك مع كره السله نشوفه مع الساده المشاهدين. اعزائي المشاهدين نشوف تقرير عن الكابتن ياسر فتوح، وارجع لحضرتك كده. يعد ياسر ابو الفتوح احد ابرز نجوم كره السله المصريه والنادي الاهلي، بعدما قضى قرابه عقدين من الزمان داخل صفوف الفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي. ساهم خلالهم في حصد العديد من الألقاب والكؤوس في الفترة التي يمكن أن نطلق عليها العصر الذهبي لكرة السلة بالقلعة الحمراء. انضم ياسر أبو الفتوح لصفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي في عام 1985، وفرض نفسه على تشكيلة منتخب مصر للشباب، وسرعان ما تم تصعيده للفريق الأول لكرة السلة في عام 1989، واستمر داخل صفوف الفريق حتى 2006 ليقرر الاعتزال داخل جدران قلعة البطولات. ساهم ياسر أبو الفتوح خلال مسيرته في تحقيق 9 ألقاب، بواقع 3 ألقاب لبطولة الدوري و4 ألقاب لبطولة كأس مصر. وعلى الصعيد القاري ساهم ياسر أبو الفتوح في تحقيق بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، ليسجل أبو الفتوح اسمه بأحرف من نور في سجل عظماء كرة السلة بالنادي الأهلي، ليتخذ القرار الأصعب في عام 2006 بعد 17 سنة من العطاء والإخلاص لمعشوقته كرة السلة داخل جدران ناديه الحبيب، ليواصل ياسر أبو الفتوح رحلة العطاء داخل جدران النادي الأهلي بعدما اتجه للعمل في مجال التدريب من خلال قطاع الناشئين. وكما كان لاعباً بارزاً أضحى مدرباً متميزاً لتفريخ المواهب وتقديمها إلى كرة السلة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص، بعدما ساهم في تقديم العناصر الرئيسية للمنتخبات الوطنية وآخرها منتخب الناشئين، والذي توج ببطولة إفريقيا لكرة السلة العام الماضي، وهي النسخة التي شهدت حصول نسر الأهلي الصاعد مؤمن طارق خيري على جائزة أفضل لاعب في البطولة. تولى ياسر أبو الفتوح قيادة فريق شباب الأهلي تحت 18 سنة عقب الفترة التي شهدت توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، وقام بإعداد الفريق فنياً وبدنياً قبل انطلاق مواجهات نهائيات بطولة الجمهورية. وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على الزمالك في مستهل مشواره بالمرحلة النهائية من بطولة الجمهورية، قبل أن يخسر من الاتحاد السكندري، وهي الخسارة العارضة التي سرعان ما تداركها ياسر أبو الفتوح وفريقه بتحقيق الفوز على الجزيرة ثم سموحة، لتقام مباراة فاصلة لتحديد البطل جمعت الأهلي والزمالك، وهي المباراة التي قدم خلالها فريق الأهلي ملحمة فنية ونجح في تحقيق الفوز الخامس على التوالي على حساب الزمالك، لكن هذه المرة بنتيجة 74-72، ليتوج الفريق بلقب بطولة الجمهورية عن جدارة واستحقاق. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ياسر، يمكن انت من اللعيبه المحظوظه اللي حضروا جيلين، يعني انت جيت ما بين جيلين كبار، جيل كابتن سلعاوي وطبعا كان هو يمكن بيبطل ساعتها وكان يعني لعيب كبير في الفرقه، وحضرت برضو جيل جديد. انا حضرت 3 أجيال في الباسكت.
انا لعبت مع الكابتن عمرو ابو الخير، كان ليا الشرف طبعا. بالمناسبه ربنا يشفيه، هو بيعمل بيعمل عمليه دلوقتي. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، ونتمنى له طبعا قناه النادي الاهلي تتمنى كل الشفاء العاجل طبعا للكابتن عمرو ابو الخير، الاسم الكبير الحقيقه بيعمل عمليه النهارده، وهو مثل مصر كتير، ونتمنى الشفاء طبعا لكابتن عمرو ابو الخير. اتفضل يا كابتن. معلش اسف قطعت. لا ولا يهم. احنا عندنا لعبت مع الكابتن عمرو ابو الخير في المنتخب، على كابتن انا عطا الله، لحقت كابتن محمد سيد سليمان سلعوة في الملعب، كابتن عماد مراد، كابتن عباد الجزار، وكابتن هاني عبد المنعم، كابتن احمد اسماعيل. اسامي اسامي يا كابتن وانت بتقول كده، انا بص عايز البس شورت والعب تاني. لا هم بصراحه يعني اجيال، انا بعتبرها اجيال العظماء على مدار التاريخ يعني. كان لي الشرف ان انا لعبت في ماتش اعتزال الكابتن مدحت ورده، عمرو ابو الخير كان كابتن مدحت ورده موجود. ودي كانت حاجه بالنسبه لي شرف كبير، حلم حياتي ان انا اشوف كابتن مدحت ورده. اسم كبير، اسم وتم كبير. اختياره احسن لاعب في القرن في افريقيا، ومن احسن لعيبه في القرن في افريقيا. كابتن مدحت ورده احد قامات الباسكت في مصر. وعندي الجيل اللي هو كان طارق الغنام برضه لعبت معاه الحمد لله. لعبت يعني معاك يا كابتن انا وحضرتك لعبت معايا. لعبنا مع بعض قوي بطوله. لا لعبنا مع بعض كتير في دكار. وبالامانه يا كابتن يعني انت كنت لعيب خلقا في الملعب، يعني على خلق عالي جدا بامانه، وكنت خير ممثل للنادي الاهلي. كابتن هيثم انت برضو كنت برضو احد علامات الباسكت في النادي الاهلي، اضافه قويه لينا في النادي الاهلي. انا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده. لا طبعا يا كابتن طبعا ده شرف كبير يا كابتن، وده بيتك ومكانك. خلينا نرجع طبعا للحدث الابرز، حصولك على بطوله الجمهوريه. كلمني عن مشوار البطوله، خاصه ان احنا تعثرنا في النص، ولكن الحمد لله قدرنا نفوز بالبطوله في النهايه. هو بالنسبه لفرقه ال 18 سنه، احنا طبعا الظروف بتاعت كورونا قعدنا حوالي تقريبا من 3 شهور لـ4 شهور. صحيح مفيش. كان عندنا مشكله كبيره قوي ان الولاد تقريبا اغلبهم ثانويه عامه، ولازم عشان التفوق الرياضي والكلام دوت 40 يوم تقريبا، كانت فتره قليله جدا، بس الولاد كانوا رجاله. انا دوست عليهم جامد قوي في التمرين بدنيا، حوالى كابتن علاء العشري مدرب احمال في النادي الاهلي، حد نوجه له التحيه طبعا. طبعا هو احد الاسباب طبعا بعد ربنا طبعا، ان هو يقدر يوصل باللعيبه في الناحيه البدنيه، ان هو يبقى نقف على رجلينا خلال 4 ماتشات 5 ماتشات ورا بعض، فدي حاجه كويسه جدا. في النص خسرنا مباراه بتهيألي في النص يا كابتن ولا؟ لا كانت تاني مباراة كانت الاتحاد. يعني وضع طبيعي، وضع طبيعي يعني، يعني المؤشر بتاع اللعيبة في السن دوت ما يعني ما كانش موفقين في اليوم. لا مش كده بس يا كابتن، برضه الحمل عالي أكيد طبعا. طبعا 5 مباريات أكيد في مباراة تعادل. فترة الإعداد حتى كانت قليلة عليهم، فوارد جدا ان هو في ماتش ما يبقاش موفق او بدنيا يعني يقع وبعدين نرجع تاني. نرجع تاني وحضرتك الحمد لله. يمكن المباراه الاخيره كانت عصبيه جدا، وكانت مش عصبيه يعني حصل فيها مشاكل، لا عصبيه من ناحيه ان هو كان كلوز جيم، وكان في ضغط على اعصاب الاولاد وعلى اعصابك انت. هو بص، هو ماتش الاهلي والزمالك ديربي في اي مكان. في اي مكان. كابتن محمد مجد ابو فريخه هو مدرب الفريق، مدرب كويس جدا. نادي الزمالك فرقه محترمه جدا، تحترم، كوتش محترم، عندهم فنيات عاليه. اعتقد ان احنا الاجيال دي تحت في السن دوت هيقدموا حاجات، يعني اعتقد هيبقوا نواه للدرجه الاولى الفترات الجايه. انت شايف ان في يعني في من العناصر المبشره انها تنضم للفريق الاول؟ والله انا شايف ان احنا رايح في النادي الاهلي، هنتكلم عن النادي الاهلي. عندنا مرحله 18 سنه ومرحله 20 سنه، عندنا لعيبه مبشرين جدا للنادي الاهلي، ودي تاتا بونتا احنا بنشوفها من الماتش يعني، ودي صوره الفريق. بجد يعني حاجه مشرفه جدا. في عناصر احتمال لسه شايف ان هي ان شاء الله ان شاء الله. طب كابتن يعني انا اكلمك بقى يعني احنا معرفه زمان طويله ولعبنا مع بعض. يمكن انا كنت، انت عارفني على طول بقى متواجد في النادي الاهلي وسط اولياء الامور وكده، فيمكن هقول لك الموضوع ده بقى وعلق عليه. فيمكن بعض اولياء الامور لما فزت بالبطوله قالوا لي كابتن ياسر فاجئنا، ده كابتن ياسر ما خلاص بقى هادي، ما بقاش بيتعصب، ده حكايه بقى الهدوء، وخاصه انت حتى وانت لعيب كنت بتبقى لا بص يعني وانا بلعب كنت عنيف جدا، وانا بلعب كنت عنيف جدا. انا جوه الكورت جوه الملعب انا ما بعرفش غير ان انا العب باسكت بول اموت نفسي. لما بطلت لعب
لسه كان موضوع العصبية والحماسة لكن مع الوقت انت طبعا بتقدر تأقلم نفسك مع السن اللي هتمرنه لان انت غير اللعيب الصغير صح. فبتبدأ تحاول توصل لتفكيره وايه اللي أثر عليه وايه اللي ما أثرش عليه فدي بتكتسب بالخبرات مش اكتر صحيح. كلهم ولادي اذا كان انا كنت ماسك 18 او كنت موجود مع 20 سنة اعتقد ان ده اخر باسكت بتهيألي يا كابتن هو او باسكت مهم كان في ثلاثيه مهمه كان مؤمن طارق خيري اللي حطها مؤمن طارق خيري لعيب ليه مستقبل كويس ابن الوزع ومن طارق خيري حاجه جميله يعني حاجه مشرفه جدا في لعيب عندنا تاني عبد الله ناصر عندنا مالك عندنا محمود وليد عندنا 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 في الجيل ده لعيبه كويسه وانت قدمت للنادي الاهلي ثلاث لاعبين كويسين يعني اثنين لعيبه اولادك الاثنين ربنا يخليك لا لا يعني ما شاء الله مقدمهم للنادي الاهلي طبعا فاكيد انا اتمنى ان هم يخدموا النادي الاهلي النادي الاهلي حاجه كبيره جدا عندنا بشكر مجلس اداره على تدعيمه لصفوف النادي الاهلي ومجلس اداره ما بيتواناش عن ان هو اي حاجه الباسكت محتاجه موجود فيها النشاط الرياضي كابتن رؤوف مديرين قطاع الناشئين انا اسمح لي اوجه الشكر لكابتن طاهر رجب كابتن طبعًا. سيد مصطفى طبعًا. كابتن سيد صابر كابتن اسامه النمر طبعا الطفره بتحصل من النجاح بيحصل من وجود الكومبيتيشن دوت العائله اللي هي كل طول الوقت خايفين على ان يعني عاوزين يوصلوا بالنادي الاهلي لاحسن حاجه بص يا كابتن يمكن النادي الاهلي فيه ميزه يعني احنا كنا بنتكلم فيها في بدايه الحلقه انه يمكن اولاد النادي او يعني زي ما بيقولوا مش بتبقى شعار لا تكريم اولاد النادي اللي بجد والحق وحقيقي اللي هم اصحاب موقف يمكن انت على مدار سنينك الطويله الحمد لله ما فيش اي موقف يمكن او اي حاجه بالعكس انت كنت خير من يمثل النادي الاهلي يمكن في حياتك محطات اكيد في حياتك محطات مهمه انت حاسس انها فرقت معاك كلاعب وكمدرب بص طول ما يعني وانا بلعب يعني انا فاكر موقف كان الله يرحمه ورحمه الله عليه كابتن عادل شرف الله يرحمه يعني خلينا بس نعرف الناس بالكابتن عادل شرف الكابتن عادل شرف هو يمكن احد اعظم لاعبين كره السله اللي جت في مصر وهو ابن النادي الاهلي وخلينا اقول لحضراتكم انه كابتن عادل شرف لعب باسكت في يعني في وقت ما كانش فيه ميديا وما كانش فيه توثيق للمباريات يمكن مدحت ورده دخل الباسكت حبا في عادل شرف يعني لو في ماتشات مسجله كان عادل شرف بقى احد اعظم اللاعبين في كره السله وفي اوروبا نفسه انديه كتيره جدا طبعا كانت عايزه تضمه كابتن عادل شرف طبعا توفى منذ سنتين ثلاثه بعد طبعا معانا عناء كبير مع المرض فطبعا يعني انا بس بذكر الناس بكابتن عادل شرف لان الحقيقه كان راجل كله اخلاق وكله حب للنادي الاهلي رحمه الله عليه اتفضل يا كابتن فاحنا كان عندنا كاس مصر اهلي اتحاد وكنا معسكرين في فندق تبع الجيش متذكر سنه كام يا كابتن؟ لا مش متذكر بصراحه من كام لكام تقريبا؟ يعني في الثمانينات في التسعينات 96 96 تمام وجانا كابتن صالح سليم المعسكر فعلا وكان الله يرحمه الله يرحمه قعد معانا في الاوتيل بصراحة كانت حاجة يعني مشرفة جدا لينا ادانا دفعة معنوية كبيرة جدا اتكلم معاكم في ايه كابتن صالح سليم يا كابتن ياسر والله النادي الاهلي هو بصراحة كلمني مش محتاجين كاسات النادي الاهلي النادي عريق جدا المهم ان احنا ندي للناس صورة او انطباع كويس ان احنا فرقة كويسة نأدي كويس المهم ان نأدي كويس المكسب والخسارة الرياضة فيها مكسب وخسارة بصراحة ادانا دفعة معنوية كبيرة خليت تاني يوم ان احنا اخذنا كاس مصر يعني كانت حاجة جميلة جدا كان حاضر المباراة كابتن صالح؟ اعتقد لا ما حضرش بس هو جالكوا اذى من الفرقة انت عارف ان كابتن صالح عشان يظهر بس كده في معسكر فرقة ولا انا شفت كابتن صالح اربع مرات بس انا من 84 85 في النادي ليا الشرف ان انا هفضل ليا الشرف ان انا موجود جوه النادي الاهلي هفضل ليا الشرف ان في اعضاء مجلس اداره ناس محترمين جدا قريبين جدا من الفرق وبيحاولوا يأزروا الفرق الدرجه الاولى والناشئين موجودين جنبنا بصراحه دي حاجه انا ما اقدرش حتى شكري قليل عليه على ان انا كابتن صالح سليم الحقيقه
يعني عايز اقول لك انه انا على المستوى الشخصي هو اللي حببني في النادي الاهلي بشكل كبير جدا عظيم صالح سليم، وذكرى طيبه. حتى كابتن محمود احمد علي الله يرحمه اللي هو رئيس الاتحاد كان صديق ل خليني اضيف حاجه بس واقطع كلام حضرتك. انا عاوز اشكر كل المدربين اللي اتمرنت معاهم، كابتن طلعت يعني هو مش موجود الله يرحمه برضه، كابتن طلعت جنيدي، كابتن طبعا كابتن طلعت جنيدي، كابتن اشرف توفيق، كابتن عادل شرف. انا حضرت مع كابتن اشرف 13 سنه، كابتن نبيل بخيت، كابتن طاهر رجب، قديم لهم بالشكر على ان انا موجود النهارده مع كابتن هيثم وانا مدرب. بشكركم، انا مش لاقي كلمه يعني توفي حقكم عليا. لا كابتن بصراحة. طبعا هو ده يعني انا حاسس قد ايه مشاعر حضرتك وقد ايه ده مش غريب على النادي الاهلي يا كابتن والله، وده يعني ده دايما اللي بنشوفه. بس خلينا نرجع برضو لايه لمشوار البطوله. او دلوقتي حضرتك عندك كام لاعب هيطلع الفريق الاول خلاص؟ يعني انت فرقتك اكيد بيبقى فيه اعمار سنيه. لا هو انا المرحله بتاعتي انا اسف 18 سنه، لسه عنده سنتين 20 سنه. لا انا اسف، هيطلع مرحله 20 سنه. 20 سنه عندك كام لاعب هيطلع ال 20؟ وانا كمان عاوز اوصل لك ان انا كنت من اول السنه عشان الموسم توقف انا كان معايا فرقه ال 20 سنه. تمام. فرقه كويسه جدا، فرقه مبشره بالخير، فيهم لعيبه بروميسنج درجه اولى. كابتن اشرف على طول بيحاول يتيح لو في فرصه للعيب متاحه بيمرنه طبعا. فما جت الكورونا والظروف فالجهاز اتحط، فانا بقيت في 18 سنه ولا 20 سنه كانت كان معانا اسلام علي. كابتن اسلام كابتن اسلام علي برضه هو تولى نفس الموقف بتاعك برضه. عاوزين نشكر كابتن اسامه السيد ان هو كان ماسك الفريق قبل انا ما امسكه. كابتن اسامه السيد كان ماسك ومدرب كويس بالمناسبه. هو مسك الفريق الاول في الفريق الاول هلوك السيد رجال انا اسف رجال. وطبعا انا كملت المسيره وراه 18 سنه بيبقى خلاص اللي هو اللعيب بيبقى نضج في المرحله ديت على ما اعتقد، بيبقى العين عليه. عندنا انت عندك كام لاعب هيطلع ل 20 سنه؟ يعني عندي تقريبا 10 لعيبه، نص الفرقه تقريباً. وتفضل هيطلع لك جيل من تحت، وجيل من 16 سنة موجودين. طب انت شايف الدنيا ايه؟ هل نقدر بالنسبه للفرق الثانيه في مصر هل انا اعتقد على يعني اعتقد على يعني بحكم خبرتي النادي الاهلي متسيد الفتره الجايه. مع احترامي طبعا لكل الفرق في مصر، الفرق الثانيه النادي الاهلي قادم بقوه، ودايما فريق او قطاع الناشئين في كره السله دايما بيحافظ بصفقات، بيحافظ باعداد، بيحافظ باحسن مدربين في مصر. يمكن دايما قطاع الناشئين عندنا في كره السله يمكن من ايام كابتن طاهر رجب لما كان ماسك كان محافظ على الحته دي. انا عاوز اضيف حاجه بس، هو احنا قطاع الناشئين في تطور، ان في ولاد كتير جدا ولاد النادي الاهلي من الاكاديميات والمراحل السنيه اللي بتعدي، عندنا طفرات في اللعيبه كويسه جدا، حاجات لعيبه مبشره ان هي تبقى نواه للدرجه الاولى، ودي حاجه كويسه جدا. طب كابتن انا طبعا انتهز الفرصه وانت معايا طبعا يعني نتكلم عن الفريق الاول طبعا كره السله ومباراه بكره ان شاء الله مع الاتحاد. اكيد انت تابعت الثلاث مباريات زي ما احنا تابعناهم، اكيد عندك يعني ممكن تبقى في رسائل، اكيد عندك ملاحظات عايز توجهها للاعبين، تقول لهم ايه؟ خد نفس جامد. سؤال صعب. لا طبعا بس هو احنا النادي الاهلي دايما ما بتعرفش غير بالمركز الاول، عندنا نجوم وعلى قدر من المسؤوليه. انا اعتقد ان هم يعني ظروف الجيم كانت امبارح، الجيم بتاع امبارح يعني اعتقد الولاد كانوا عندهم ارهاق فظيع باين في الملعب حتى على الفريقين. لكن اول ماتش انا للاهلي هو ثاني جيم يعني انا كنت يعني بفتخر ان في باسكت بول بالشكل ده في مصر. كابتن اشرف توفيق، كابتن مرعي، اللعيبه بتاعت لعيبه الاهلي، لعيبه الاتحاد قدموا وجبه دسمه جدا لجمهور النادي، لجمهور الفريقين. واعتقد ان هذا مكسب وخساره يعني النهارده الاهلي كان موفق، بكره هيبقى لا. انا قصدي اقول يا كابتن انه احنا بكره مثلا المباراه دي المباراه هتبقى جيم فور، عادي جدا تبقى 2-1 وتكسب جيمين وتبقى 3-2. يعني قصدي اقول لك ان الامل ما انتهاش. لا لا طبعا، لا 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 ده الاخر ثانيه بكره الامل موجود في انا اعتقد ان الاهلي ان شاء الله بكره هيقدم مباراه كويسه،
اعتقد ان في دعم معنوي كبير جدا يعني احنا كلنا بندعم جماهير النادي الاهلي الحقيقه ومجلس اداره كمان مهتم جدا ان هو الباسكت برضه لازم يعني طبعا يخرج ان شاء الله السنه دي ببطوله الدوري بنحترم فريق الاتحاد طبعا كابتن يعني فريق الاهلي بعد الصفقات اللي عملها دي يعني يكونوا في نفس السنه يوصل نهائي كاس ونهائي دوري فدي حاجه طبعا دي حاجه كويسه جدا بس احنا عندنا مشكله بس ان اصاباتنا حصل في قبل الماتشات دي على الفضيل طبعا والسلعوه دي لعيبه مؤثره والجمال كان رجع 10 جمال كمان يعني الناس برضو لازم تبقى عارفه ان الجمال عندنا حجم اصابات فروتيشن بتاع التغيير قليل عند الكابتن اشرف انا بصراحه مش عارف انا مكانه هعمل ايه بس هم بيأدوا يمكن المحترف أليكس يانج من احسن المحترفين اللي جم في النادي مش في الاهلي بس وفي مصر خلقا وتأداء لا هو لعيب ستار جدا عنده حلول فرديه لنفسه ده اللعيب اللي بيفيد فرقته صحيح عندنا برضو إيهاب أمين بس كان امبارح مش موفق او مرهق عادي ان شاء الله بكره اعتقد الامور هتبقى غير الجيم بتاع امبارح ان شاء الله خلي بالك برضو ان هو الباسكت لعبه ثواني يعني ممكن في اي ثانيه يعني زي ما شفنا احنا كنا ماتش امبارح قلنا خلاص النتيجه تقريبا راح للاهلي انا اعتقد يعني حتى يعني اخر كوره اللي شاطها أليكس يعني نو كومنت بس احنا عندنا ثقه في حكامنا طبعا لا لا احنا بنتكلم على الاداء التحكيمي احنا يعني ما عندناش يعني كومنتات كبيره كده لا خالص احنا اذا كنا بنتكلم على لعب او اثنين او بتاع فده حق اصيل لانه الجماهير حتى بتتكلم فلازم احنا يبقى في انما نتمنى ان شاء الله يكون التوفيق بكره ويعني قصدي اقول لك انه احنا بنعرف كويس قوي ان مش بس سبب الخساره بيكون او شماعه بنعلق عليها لا ولكن طبعاً طبعاً يبقى احنا عندنا اكيد في حاجات اكيد هي خاصه بالكابتن اشرف توفيق اكيد يبقى لامس الحاجات اللي حصلت امبارح غلط او في مستيك مثلا حصل اكيد اعتقد ان الدنيا تمشي يحط دوم على النواصي اللي فيها مشكله فيه. ان شاء الله كابتن ياسر كان في صوره كده بس يعني هنعرضها لحضرتك ونشوف يعني طيب رايك فيها كده بس هنروح لفاصل اعزائي المشاهدين هنروح لفاصل ونرجع الحقيقه في صوره يعني بتوصل رساله كويسه يعني من لعيبه او لعيبه الفريق مع كابتن ياسر بس هنشوفها بعد الفاصل ابقوا معنا اهلا بحضراتكم من جديد وبيستكمل حوارنا مع كابتن ياسر ابو الفتوح احد نجوم النادي الاهلي ومدير فني الشباب واللي حصل على بطوله الجمهوريه كابتن في صوره كنا قبل الفاصل بنتكلم عنها صوره بتدي رساله من فريق الباسكت يمكن زي ما احنا بنقول النادي الاهلي اسره واحده فالحقيقه الصوره دي بتبين قد ايه فريق حضرتك كان متضامن مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الاول طبعا لكره القدم وبيوجهه الاشاره بتاعته ربنا يشفيه عافيه رب ربنا يشفيه يا رب وقد ايه يعني لما يبقى لعيبه في السن ده بتبقى عندها الاحساس والعاطفه ناحيه لاعب كوره طبعا في النادي الاهلي يبقى ده يدل انها اسره واحده. مين صاحب الفكره يا كابتن اللي جت عشوائيه كده؟ والله هم الولاد كانوا بيتكلموا ان شاء الله لو كسبوا يعني البطوله يعني يوجهوا رساله تضامنيه متضامنا يعني مع مؤمن الله يشفيه يا رب احنا نتمنى له الصحة والعافية يا رب إن شاء الله ويرجع أحسن من الأول. يمكن يا كابتن الناس ما تعرفش إن النادي الأهلي كلنا يعني أسرة واحدة يعني السباحة أنت ممكن تخلص تمرين تروح تقعد على حمام السباحة يعني الجو ده أكيد انعكس على الولاد. النادي الأهلي كيان يا جماعة النادي الأهلي بيت كبير وإحنا ولاده جواه. صحيح. وبيرعانا رئيس النادي وعضاء مجلس الاداره كابتن عمرو الخطيب كابتن عامر مش عاوز انسى حد كابتن خالد مرتجي كابتن الدرندري كابتن جوهر نبيل كابتن جرحي هم دول رب البيت احنا في البيت بتاعنا والله كابتن كلامك يعني الحقيقه يعني في احساس عالي جدا واحنا كمان كبرنامج الابطال رحنا صورنا مع اللاعبين وسالناهم او طب اصعب ماتش في البطوله واللعيبه على فكره وجهت كلام مع حضرتك ايه رايك نشوف التقرير ده مع بعض؟ تمام اعزائي المشاهدين هنشوف تقرير مع طبعا لاعبين الفريق قالوا ايه عن اصعب ماتش في المباراه وجهوا الكابتن ياسر فتوح ايه كمان عشان نعرف بقى كابتن ياسر هيعرف من الكلام مين اللي هيلعب الفتره اللي جايه ومش هيلعب بعد التقرير خالص. نشوف التقرير واجي لحضراتكم الزمالك كانوا كاملين احنا كنا ناقصين لعيبه فكابتن ياسر كان كلامه معانا يعني قبل الماتش عن في لعيب عندهم مهم راجع من امريكا فاحنا هنمسكه ازاي هندافع عليه ازاي
بس ما عملناش حاجه تانية، لعبنا بروح التيشيرت بتاع النادي الاهلي وكسبنا الحمد لله. هو طبعا ماتش الزمالك عشان طبعا ده اهلي وزمالك كده كده يعني، ده المفروض الضغط بيبقى كبير قوي، وكمان ماتش كان اقرب ماتش كان فرق 2 بوينتس بس، فكان ماتش برده صعب جدا. احنا لعبنا اول ماتش الزمالك كسبنا بصعوبه، تاني ماتش الاتحاد خسرنا، فده كان دي كانت اول حاجه صعبه عدينا بيها يعني، بس الحمد لله الفرق كلها يعني ضربت في بعض، فطلع ان احنا في ماتش فيصل تاني مع الزمالك كان هو اصعب فريق لعبناه، فكان ماتش الفيصل كان صعب وكسبنا في اخر ثانيه تقريبا الحمد لله خدنا البطوله. انا شايف ان هي كان ماتش الفاينل لانه كان ماتش كله توتر في توتر، كان الجيم قريب جدا وبعدين فرقنا يعني يعتبر كسبنا في اخر ثانيتين بس، وبعدين الموضوع كان صعب يعني علينا. البطوله كلها كانت يعني الخمس فرق فعلا كانوا قريبين بعض جدا يعني، احنا خسرنا من الاتحاد، ده يعتبر اصعب ماتش لان ده الماتش الوحيد اللي خسرناه، خسرنا من الاتحاد خد المركز الرابع اصلا، ده الفريق اللي خسرنا منه، فهو ممكن يكون ماتش الاتحاد كان اصعب ماتش عشان احنا خسرناه، بس برضو ماتشات الزمالك طبعا كانت دايما قريبه، الاولاني كسبنا فرق 4 الثاني كسبنا فرق 2، فالماتشات كانت قريبه جدا يعني. هي اصعب ماتش كان ماتش الزمالك، هو كان الفاينلز، كان احنا بنلعب اهلي وزمالك برضو على اول وثاني، فكانت صعبة قوي الوقت الأخير لأن احنا كنا فرق يعني درو وفرق فضل ثانيتين أو خمس ثواني، بس الحمد لله حد فينا حد وفقه وجاب 2 بوينتس يعني في آخر ثانيتين وفضل ثانيتين وكسبانين، فدي كانت أصعب لحظة لأن لو هما اللي أخدوا 2 بوينتس دول كانوا هما اللي كسبوا. هو طبعا البطولة كانت صعبة بس يعني الحمد لله كسبناها، وكابتن ياسر طول الوقت كان هو يعتبر مرنا شهر يعني، طول الوقت كان كان بيدينا كلام حافز وكله بحيث إن احنا نبقى أحسن في البطولة، وطبعا لولا فتنس ولولا الدنيا ما كناش رجعنا، بس فالحمد لله يعني دول كابتن ياسر دول تعبوا معانا كناش توفقنا وكسبنا البطوله يعني. ماتش الزمالك الاولاني وماتش الزمالك في الماتش فيصل، عشان الصراحه يعني هو ماتش فيصل عشان ده فاينل، فطبيعي لو فاينل فبيبقى ماتش حاجه تاني، وغير كده اهلي وزمالك فكان صعب جدا، بس الحمد لله الحمد لله يعني كسبنا، فالحمد لله يعني. كان في ماتش النهائي مع الزمالك كابتن ياسر كان دايما عايز يخلينا في اخر ثواني ساعه لما كنا متعادلين، ما كانش عايز يشيلنا ضغط، فكان دايما بيخلينا مركزين ومش عايز اي حد يتوتر، والحمد لله ان احنا ما توترناش قدرنا ان احنا نجيب الماتش. هو ماتش النهائي كان يعني من اهم الماتشات عشان كابتن ياسر كان دايما بيخلينا نركز على الديفنس، وهو الماتش أزم جدا يعني وصل لآخر كام ثانية، فإحنا كنا لازم نركز على إن إحنا ما نخليهمش يجيبوا باسكت، عشان الحمد لله يعني ربنا يكرمنا. والله أصعب ماتش كان ماتش الزمالك، كان ماتش مأزم جدا، وكان لحد آخر ثانية كان الماتش ماشي إيكوال، لولا جبنا باسكت في آخر ثانية هو اللي خلانا نكسب الماتش يعني، وبس يعني إحنا لو أن ربنا كرمنا إحنا كان زماننا ممكن نخسر البطولة يعني. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اللعيبه اختلفوا، في لاعبين قالوا مش عليك دلوقتي انا اتكلم على اصعب ماتش، اختلفوا في لعيبه قالت الاتحاد وفي لعيبه قالت الزمالك، يعني اللعيبه حسوا في تباين في الاحساس، وده يدل على البطوله انها قويه. بص هو كابتن هيثم البطوله بتاعه 18 سنه نادي الجزيره نادي الاتحاد الزمالك اكتر فرقه كانت يعني عشان هو ماتش الاهلي والزمالك كان بيبقى في ضغط نفسي وعصبي على الولاد اصلا، فهو ده يعني انا اعتقد ان هو ده كان اكتر ماتش كانت عامل حسابه، لانه حتى بفرض ان احنا ما لعبناش مباراه فيصل او كنا كسبنا الاتحاد كنا كسبنا خلاص، بس لا هي الماتشات كانت كلها كويسه يعني قويه، فرق محترمه جدا بمدربينها، نادي جزيرة برضو فرقته كويسة جدا، عندهم عناصر طيبة مبشرة بالخير برضو، كانت بطولة جامدة يعني، يعني بطولة جمهورية يعني بعكس فرقة بطولة العشرين كانوا ثلاث ماتشات لم يختبر يعني نادي الاتحاد ما جاش، بس ده الحمد لله يعني احنا كنا في 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 الأدوار السيمي فاينل احنا كاسبين فرقة العشرين سنة كاسبين الاتحاد 27 بونت،
واحنا برضو في السيمي فاير الدور اللي قبل النهائي برضو كسبنا سبورتنج فرق 24 برضو. لا هو طبعا يعني قصدي اقول لك كل بطوله وليها ظروفها. اه طبعا طبعا. اه يعني ده يدل النادي الاهلي مركز وشغال. طب يا كابتن قول لي انت اللعيب بالنسبه لك اللعيب المثالي انت كمدير فني ناشئين او شباب بتتفرج على لاعب انت بالنسبه لك مواصفات اللاعب المثالي بالنسبه لك ايه؟ بص هو بالنسبه للاعب المثالي مش المثاليه معناها كلمه مثاليه ايه الادوار اللي انت بتديها له هو بيعملها. لعيب الباسكت اذا ما كانش بيعمل جود ديفنس مش موجود. يبقى انت نمره واحد عندك الدفاع. الدفاع جميل. يعني انا من المدرسه بتاعتك دي على فكره كل يعني احنا اتمرنا مع مدربين يعني مدرسه روسيه ومدرسه الامريكيه مع كابتن روبرت تايلور ومع باستاجروف ومع ماريو بلازوني. باسكت بول از ديفنس بالظبط كده. حتى الديفنس رقم واحد اللاعب يكون بيدافع. اتفرج على جيمات الجيم اللي اهلي والاتحاد لما من ساعات اللعيب بيكسر انه يعمل ديفنس باسكت ان ايزي. الدفاع رقم واحد. رقم نمرة اتنين. واحد نمره اتنين ان هو يكون ملتزم بينام بدري ودي لازم اللعيب سلوكيا ملتزم. سلوكيا خلاص لعبه الباسكت بقت لعبه الاقوياء لازم يبقى فيه. لا رقم ثلاثة بقى ما تخشش معايا رقم ثلاثة عايز اللياقة البدنية. اللياقة البدنية ده يمكن تكون نمرة واحد قبل كل ده عشان إذا كنا نتكلم بالترتيب. قبل الدفاع يبقى اللياقة البدنية رقم واحد. انت كده قعدت ترتيب الكلام. يبقى اللياقة البدنية رقم واحد. رقم اثنين اللي هو طبعا الدفاع. رقم ثلاثة الالتزام السلوكي. الالتزام السلوكي في الملعب وإن هو يبقى عارف الكوتش بتاعه عاوز إيه. الدور اللي رسمه له الكوتش ويؤديه. انت عايز اللاعب الملتزم تكتيكيا. بالظبط ده اللاعب اللي انت شايفه بالزبط. يقدر طب انت بالنسبه لك كابتن تحب اللاعب الشويط ولا اللاعب الدخيل اكتر او اللاعب اللي يوصل للمربع اكتر؟ لا هو عشان نقول لازم نبقى الاثنين موجودين. انت طماع يا كابتن قوي. الاثنين لازم الاثنين في نفس ذات الوقت. طب يعني الموضوع ده مش معه. احنا بنلعب لعبه باسكت بول من فيها خمس افراد في الملعب. صحيح. لازم يكون عندك الشويط وعندك اللعيب اللي هو بيعمل بنتريشن اللي هو بيخش بيوصل المربع فده لو ده موجود وده موجود. انت كده عايز فرقه يعني نموذجيه ان شاء الله. طب لو تخيرت موجودين. طب لو تخيرت بين الاثنين الشويط ولا الدخيل؟ لا لو تخيرت يعني انت في ماتش دلوقتي تخيرت بس على حسب السيتويشن اللي موجود فيه الجيم وانا محتاج ايه. بس انت عايز الاثنين يبقوا معاك عشان اسلحه اكيد طبعا يعني. طب انت كنت لاعب ارتكاز. اللاعب الارتكاز اللي انت شايفه في مصر دلوقتي يا كابتن في مصر شايف انه كما انزل الكتاب هو لاعب ارتكاز. على فكره مفيش زعل يعني احنا احترامنا لكل اللاعبين بس احنا بنقول من وجهه نظر فنيه حتى على فكره مش شرط جوه النادي الاهلي يعني في مصر. هو بص هو يعني على اللي موجود حاليا انا يعني طبعا اول هيثم كمال في الاتحاد وعندنا سيف سمير واحمد اسماعيل كويسين قوي ما اقدرش اقول ان ده احسن حد على حسب فورمته بقى وجاهزيته جاهزيته لكن نرجع مين هو طارق الغنام طبعا ده الاسطوره ده بتاعنا ده حبيبنا اسف يعني طب خلينا نتكلم برضو ايه على انت انا قلت لك لاعب الارتكاز عشان انت كنت لاعب الارتكاز دخلت لك من الباب بتاعك تمام خلينا نتكلم على صانع الالعاب. انت شايف مين دلوقتي في مصر كصانع العاب انت شايف انه بروميسنج وان هو يقدر يشيل الرايه في منتخب مصر؟ في والله في كذا حد يعني مش لازم قصر الاتحاد مثلا فودا. بص يا كابتن سيف يعني دي صوره حضرتك كان سيف معايا تحت 20 سنه الدرجه الاولى ايوه يا فندم. وعلى المناسبه انا اطمنت على سيف كلمته النهارده لانه كان امبارح تعرض لاصابه كلمته انا النهارده في التليفون وبعت له سيف واحمد جمال رجله كويسه ان شاء الله. واحمد جمال موجود في الصوره احمد جمال برضو. موجود في الفرقه طبعا وكابتن محمد اشرف توفيق موجود معاهم برضو ده كان جيل برضو من ده انا بعتبره من اقوى اجيال النادي الاهلي. محمد الوسي كمان كان في كمان عماره في الجيل ده عماره كمان عمارة بس مش موجود في الصوره. لا في صوره ثانيه لو عماره معانا يا جماعه هاتوا لنا الجيل ده انا فاكره كويس لانه لحقني الجيل ده لعب معايا كتير فهاتوا لنا برضو عماره. طيب خلينا اول ما تيجي صوره عماره اللعيب البوينجارد احسن يعني عشان بس ايه من برضو انا عارف ان الحته دي احسن لاعب بوينجارد انت شايفه دلوقتي في مصر وشايفه انه يقدر يحمل الرايه في منتخب مصر. انت قلت لي فودا ومين تاني؟ هو انا مش حاضرين الاسماء دلوقتي. الصوره الثانيه اللي فيها عمارة محمد عمارة اللي هو في النص رقم اربعه تمام. اتفضل يا كابتن مين قلت لي فودا ومين تاني؟ اعتقد كمان كابتن مودي الجرحي
تمام. مين تاني؟ ما عنديش، مش فاكر الاسامي التاني اللعيبه بتاعتي. في دولة حد في الجزيره؟ دولة فودا ودولة لعيبه. طيب يعني. خلينا نقول برضو يا كابتن، يعني اكيد انت كمدرب مثلا ليك مدرسه بتتبعها او تعلمت منه، ما احنا اجيال بتسلم اجيال، مين اكتر مدرب انت خدت طريقه؟ بص، هو انا اتمرنت مع مدربين كتير، يعني مثلا كابتن اشرف توفيق انا قعدت معاه 13 سنه وانا بلعب. اثرت جدا بمدرسته. مدرسه الباسكت بتاعته عاليه جدا. طبعا بنحاول نستفيد من كابتن ملعب من خلال اكيد الماتشات دي. الماتشات دي كل طبعا كل مدرب نحترمه ليه مدرسته. المدارس اللي احنا برضو واحنا في المنتخب كابتن هيثم، الروس والامريكان، الروس والامريكان بيعلوا كمان المنتالي بتاعك طبعا بخلاف الدورات التدريبيه. اكيد. فدي طب حاجات كابتن، يعني عشان الوقت مر سريعا، توقعاتك لماتش بكره هنقفل بيها الحلقه ان شاء الله. انا اتوقع النادي الاهلي بكره ان شاء الله يعوض تعادل 2-2 ونروح على ماتش 5، وانا بضم صوتي معاك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تمنياتنا ان ده يتحقق باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، طبعا في النهايه برحب او يعني بشكر ضيفي الكابتن ياسر ابو الفتوح، نجم نادي الاهلي السابق واحد رموز طبعا كره السله في النادي الاهلي، ومش في الاهلي بس، في مصر. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. انا سعيد بيك جدا كابتن هيثم، ومتشكر جدا على الحلقه اللطيفه ديت، وبشكر الناس اللي قايمه على مجهود فظيع جوه قناه النادي الاهلي. أعزائي المشاهدين، مرت الوقت سريعا، واستنونا إن شاء الله في حلقة قادمة وقصة جديدة وبطل جديد في برنامج الأبطال.